السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم طلاب الصف الثامن في حصة جديدة من حصص الرياضيات، لنكمل ما بدأنا به من حل تمارين ومسائل صفحة 60. إذا اليوم بدنا نحل تمارين ومسائل صفحة 60. عندي جد ناتج ما يلي، جد ناتج ما يلي. السؤال الأول، جد ناتج ما يلي من صفحة 60. حكينا عند ضرب مقدار جبري في مقدار جبري، أو عند ضرب حد جبري في حد جبري، نضرب العدد مع العدد والقسم الرمزي مع القسم الرمزي، أي نضرب العدد مع العدد والمتغير مع المتغير تبعا لقواعد الأسس. وقلنا قواعد الأسس في حالة الأساس المتشابه تجمع الأسس، تجمع الأسس. إذا عندي كما تلاحظون هنا 7 لام قوة 4 مضروبة في القوس، مضروبة بالقوس أي إنه بدي أضربها بجميع الحدود الجبرية التي داخل القوس. يلا نضرب مع بعض. عندي 7 ضرب 2، 7 ضرب 2 14. لام قوة 4، لام تربيع، حكينا لام في حالة الضرب تجمع، 4 زائد 2 6. الآن بجمع بنزل الزائد، بنتقل للحد الثاني، 7 ضرب 5 35، لام قوة 4 ضرب لام، بجمع 4 زائد 1، لام قوة 5. عندي ننتقل إلى الحد الثالث، بنزل سالب 7 ضرب 3 ضرب سالب 3 سالب 21. عندي لام قوة 4 وما عندي إشي، يعني لام قوة 4 ضرب 1 بنزلها زي ما هي، لام قوة 4. هيك أنا بكون أوجدت ناتج هذا المقدار الجبري مضروب في الحد الجبري. وانتبهوا، لا يمكن جمع حدود لها متغيرات مختلفة. يعني عندي لام قوة 6 ولام قوة 5 ولام قوة 4، هي حدود مختلفة، هي متغيرات مختلفة لا يمكن جمعها. إذا هنا هذا هي الإجابة النهائية. عندي ب0 ضرب 6 لام عين في 10 نون عين قوة 7. مباشرة لما أشوف الصفر، أي عدد بالدنيا شو ما كان، أو أي مقدار جبري أو أي حد جبري عند الضرب بصفر يكون الناتج صفر. إذا الجواب النهائي يساوي صفر. مرة أخرى، عند ضرب صفر بأي عدد أو أي مقدار أو أي حد جبري يكون الناتج صفر. عندي جيم 6 لام زائد 5 ميم ضرب 2 ميم لام. هنا نفس الاشي، بوزع انا الاثنين لام، لكن هنا العملية عكسية، بضرب 2 لام بالحد الاول و2 لام بالحد الثاني. يلا مع بعض نضرب، 6 ضرب 2 6 ضرب 2 12، لام ضرب لام، بجمع القوة، لام قوة 1 ولام قوة 1 لام قوة 2. شو ضل عندي؟ ميم، بنزلها كأنها ميم ضرب واحد، يعني بنزلها، زائد 5 ضرب 2 10، ميم ضرب ميم ميم قوة 2 ميم قوة 1، زائد ميم قوة 1، يعني 1 زائد 1 2. وعندي اللام بنزلها. وننتبه إنه لا يمكن جمع هذان الحدان لأن القسم الرمزي مختلف، هون لام تربيع ميم، هون ميم تربيع لام، لا يمكن جمع هذان الحدان الجبرية. ننتقل إلى الفرع دال. كما تلاحظون سالب 6 عين تكعيب مضروبة في القوس، ويلا نضرب مع بعض،
بدي أضربها بجميع الحدود الثلاثة. سالب 6 عين تكعيب ضرب 3 عين تربيع، سالب 6 ضرب 3 سالب 18، عين تكعيب ضرب عين قوة 2 حكينا بنجمع الأسس، 3 زائد 2 5، سالب 6 ضرب 4 سالب 24، وبجمع القوى عين تكعيب وعين واحد عين قوة 4، سالب 6 ضرب سالب 5 سالب ضرب سالب موجب، 6 ضرب 5 30، وعين تكعيب ضرب كأنها واحد بنزلها عين قوة 3. وبنتبه يا مس إنه ما بقدر أنا أجمع هذه الحدود لأنه هذا حد له رمز مختلف، وهذا له قيمة متغيرة عفوا مختلفة، وهذا له قيمة متغيرة مختلفة. إذن العين قوة 5 لا يمكن أن تساوي عين قوة 4 ولا يمكن أن تساوي عين قوة 3. إذن أنا ما بقدر أجمع حدود لها المتغير مختلف، ما بقدر أجمع حدود لها متغير مختلف. ننتقل يا مس مع بعض إلى ها. ها عندي 3 مضروبة في سالب 2، سين قوة 2، صاد قوة 5، ميم جميعها يا مس للقوة 4. وقد تعلمنا في قواعد الأسس إذا كان الأس للقوس كامل في حالة الضرب توزع الأس على جميع ما داخل الضرب. يعني عندي 3 بتصير 3 ما إلها دخل، سالب 2 للقوة 4 بوزع ضرب، سين 2 للقوة 4 ضرب، سين قوة 5 للقوة 4 ضرب، ميم أيضا للقوة 4. إذن هون وزعت أنا القوة 4 على جميع ما داخل القوس. لا ننسى أنه عندي 3 مضروبة فيهم، سالب 2 قوة 4، 2 لما أضربها في حالها 4 مرات بعطيني الجواب 16، ولأنه القوة زوجية موجبة إذن 16. هون ضربت الاثنين بحالها 4 مرات ضرب. وحكينا يا مس في قواعد الأسس إذا كان أسان متتاليان تضرب الأسس، يعني سين قوة 2 ضرب 4 8 ضرب، أيضا هنا تضرب الأسس، 5 ضرب 4 20 ضرب، ميم قوة 4 مضروبة في العدد 3 مباشرة. هذا حد جبري وحيد اللي هو 3، 16 سين قوة 8، صاد قوة 20، ميم قوة 4. كما تلاحظون هذا حد جبري لأن جميعها بينها عملية ضرب. إذن 3 ضرب 16، 3 ضرب 16 نضربها مع بعض، 16 ضرب 3، 6 ضرب 3 18، 3 ضرب 1 3 زائد 1 4. إذن 6 ضرب 3 6 16 عفوا ضرب 3 يساوي 48، سين قوة 8، صاد قوة 20، ميم قوة 4. إذن هذا المقدار الجبري قيمته 48، سين قوة 8، صاد قوة 20، ميم قوة 4. إلى هنا نكون قد أنهينا حصتنا لهذا اليوم. دعونا نتذكر أهم خطوات ضرب حد جبري في مقدار جبري. نوزع ما داخل القوس، عفوا ما خارج القوس على ما داخل القوس، ومن ثم نضرب الأعداد مع بعض ونضرب الرموز مع بعض، وعند ضرب الرموز المتشابهة تجمع الأسس. عند ضرب الرموز المتشابهة تجمع الأسس، والرمز اللي ما إله
رمز متشابه بنزله زي ما هو. إلى هنا يعطيكم ألف عافية، وأراكم بإذن الله على خير. السلام عليكم.